نشارك معكم ان سي دو بوف واحد الطريقه سهله وزوينه وكيجي بنين 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 الاكله ديالي المفضله. وخليكم معايا. الو غنحتاجوا ام سي على عدد الاشخاص اللي عندكم. انا استعملت تقريبا نص كيلو. احتاجيت شويه ديال شامبينيون قطعتهم طريفات رقاق بحال هكا، حبه بصل، شويه ديال الربيع وشويه ديال الزبده. في مقله سخونه غندير شويه ديال الزبده، ندير البصله الام ان سي ونشحر كلشي، نضيف شويه ديال الملحه على حسب الذوق، نزيد شويه ديال الابزار ونخلي كلشي يتشحر مزيان. من بعد غنزيد الشامبينيون. تشحر لينا الشامبينيون، زدنا شويه ديال الربيع والام ان سي ديالي دابا واجد. غنوجدوا لا كريم بيشاميل. غنحتاج كاس ديال الحليب، جوج معالق ديال الدقيق ولا المايزينا اللي بغيتوا تستعملوا بحال بحال، نزيد جوج معالق ديال الزبده وثلاثه ديال الفرماجات ونخلط كلشي مزيان. من بعد نديرهم على عافيه مهيله وانا كنحرك من حيد شي يدي منهم حتى يولي الخليط ديالي كريمي بحال هكا. من بعد غنخلط كلشي والام ان سي ديالي دابا واجد. ريحته كتشهي. او بالنسبه للتقديم، انا قدمته مع شويه ديال الرز، كنطيبو بواحد الطريقه زوينه. الرز طيب في الزبده كيجي بنين بزاف. اللي بغى يعرف الطريقه يخلي لي ميساج، نحط لكم فيديو كيفاش طيبته. او الام سي ديالنا واجد. يا سلام، شحال بنين ما نقولش لكم. المهم بالصحه والراحه، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد.